بالتأكيد نادين أن الدافع لم يكن نصرة أوكرانيا فقط، بل الطمع في الحصول على مقاتلات F-35 الأحدث. فالحرب أشعلت سباق تسلح جديد وبخارطة سلاح جديدة، وهو موضوع بحثنا فيه بالتفاصيل. فخارطة تصنيع وتصدير الأسلحة في العالم تغيرت وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وفي تقريره الأخير كشف كيف غيرت الحرب في أوكرانيا تحالفات السلاح في السنوات الخمس الأخيرة. فلأول مرة منذ عقود تراجعت روسيا للمركز الثالث في قائمة مصدري الأسلحة في العالم، ولو بفارق ضئيل عن فرنسا التي ارتفعت صادراتها بنسبة 17% خلال عام واحد. الاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة في التسليح، إذ بات وحده يمثل ثلث صادرات السلاح العالمي، مستفيدا من تعطل الصادرات الروسية التي لم تعد تصل إلا ل12 دولة بدل 31 دولة قبل الحرب. وإذا تحدثنا عن الدول المستوردة، فخريطة التحالفات والصراعات تلعب دورا كبيرا في تحديد خيارات كل دولة. فالهند مثلا التي تعتبر أكبر مستورد للسلاح في العالم، تعد موسكو وباريس أهم مزوديها. وفي الجهة المقابلة لجأت باكستان إلى الرفع من وارداتها من الأسلحة بمقدار 43%، لكن 80% من أسلحتها ترد من الصين حصرا. بكين بدورها خفضت من وارداتها بمقدار النصف، والسبب أنها تحولت للإنتاج المحلي بدل المعدات المستوردة.